لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله: باب ما ورد في حد القاذفة. في حد القاذفة هو حد القاذف، بس هو لأجل أنه يذكر ما ورد فيما يتعلق بالنساء، وأن المرأة إذا قذفت رجلا أو امرأة وجب عليها حد القذف كما يجب على الرجل إذا قذف. والقذف هو الاتهام بالزنا والسب به على أي وجه كان، الإخبار، السب والشتم، ولو كان معلوما أنه إنما يريد به السب لا إخبار أنه حقيقة قد وقع ذلك. يعني الناس اللي بيشتموا بعض في الخناقات، أو حتى بعض الشباب بيهزروا مع بعض بسب الآباء والأمهات أو سب الشخص نفسه بالزنا، والألفاظ التي هي صريحة في أي لغة من اللغات، يعني في ألفاظ صريحة وفي ألفاظ فيها تعريض، والتعريض إذا سيق، إذا ذكر في سياق يفهم منه المقصود، فكثير من أهل العلم يقولون بأنه يحد أيضا. ومثل الاتهام بالزنا الاتهام باللواط، فهذا كله مستوجب لإقامة حد القذف الذي ذكر الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وإن وردت الآية في المحصنات إلا أن من قذف محصنا وجب عليه أيضا الحد. يبقى الأمر ده يستوي فيه الرجال والنساء في أن يكون المقذوف رجلا أو امرأة، أو أن يكون القاذف رجلا أو امرأة. عن عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا الآية، تلا الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة أولي الإفك فضربوا حدهم، أخرجه أبو داود. الرجلين حسان ابن ثابت ومصطح ابن أثاثة ابن أثاثة، والمرأة حمنة بنت جحش. هذا يعني هؤلاء الصحابة يعني الذين الكرام تابوا إلى الله عز وجل وحسنت توبتهم. وعائشة رضي الله عنها كانت يعني بعد ذلك تحسن إلى حسان بن ثابت، وتقول إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أيده بروح القدس. هذا يدلنا على أن الإنسان يعني لا ينظر إلى يعني فعل واحد وقع منه أو ارتكب إثما ولو كان كبيرة من الكبائر، لابد أن ننظر إلى الصفات الأخرى حتى نعرف حقيقة
حاله، فقد ذكر الله عز وجل مصطح وهو قريب لأبي بكر وكان فقيرا وكان ممن شهد بدرا، فقال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى، وأنا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى أن ينفق على مصطح كما كان ينفق، فذكره الله بأوصاف تلين قلب أبي بكر عليه بعد أن كان قد قذف عائشة، رغم إحسان أبي بكر رضي الله عنه، كانت زلها، ولكن ذكره بوصف الهجرة، وذكره بوصف أنه من ذوي القربى والمساكين. وكذلك فلذلك نجد أن هؤلاء كلهم بعد أن أقيم عليهم الحد تابوا كما وصف الله عز وجل فقبلت توبتهم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. عبد الله بن أبي بن سلول وهو من كان يوشي هذا الحديث اختلفت الروايات في شأنه، اختلف العلماء أيضا هل حد 80 جلدة أم لم يحد، فمن قال أنه حد، وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله، وذكر أنه ذكر بعض الروايات فيها أن عبد الله بن أبي كان ممن حد، ممن أقيم عليه حد القذف 80 جلدة، لأنه هو الذي كان تولى كبر هذا الحديث. والقول الثاني أنه لم يحد، لأنه إنما كان يجمع الحديث ويستوشيه ولا يتحدث به إلا أمام المنافقين من أصحابه وأمثاله، وهؤلاء لم يشهدوا به، لم يشهدوا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كان الأمر معلوما دون أن يكون هناك بينة تشهد به. وأما الثلاثة فقد كانت هناك البينة. هو بيقول بقى بما ورد في حد القذيفة عشان حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. الأقرب أنه حد والله أعلى وأعلم، وذلك لأن النفاق إذا أظهره صاحبه عومل به، وحسب ما يعني أظهر من ذلك فقد يظهر كفرا، وهذا إن لم يتب منه فإنه يقام عليه حد الردة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولذا هذا أحد الوجوه، وإذا أظهر ما يستوجب حدا أقيم عليه الحد، لأن بعض المنافقين كما وقع في هذه القصة أظهر القذف، إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا يقام عليه حد القذف. إذا غلب أو إذا اغتصب امرأة مثلا على نفسها كما قال السدي رحمه الله في تفسير الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشهوة، إذا غلب أو يعني إذا اغتصب امرأة على نفسها لم يكن حده الجلد، وإنما كان حده القتل، وذلك لأن الاغتصاب اغتصاب الفروج أغلظ عند الناس من أخذ الأموال. وإذا كان حد الحرابة في أخذ الأموال يشمل قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وعند بعض العلماء يكون حده القتل إذا رأى الإمام ذلك، فالاغتصاب
اغتصاب الفروج قطع الطريق لاختطاف النساء واغتصابهن، هذا من خصال النفاق، فهذا يوجب حد القتل، هذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم، لأن اغتصاب الفروج أقرب إلى قتل النفوس، والآية تدل على ذلك. فلذلك يعني هذه المسألة حسب ما يعني يظهر المنافق يعمل، كتم ذلك، كتم النفاق ولم يظهره ولم يشهد عليه به ببينة، لا يقام عليه حد ولا عقوبة، لأننا أمرنا أن لا نشق عن قلوب الناس، إنما نعامل الناس بما ظهر. قال: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا إذا علم. أخرجه وجحد العارية عند جمهور العلماء لا يجب فيه القطع، هو نوع من السرقة لكن فيه التعزير، السرقة ليس من حرز، لأن هو هي قالت لهم هاتوها فهم عطوها لها بإرادتهم، فلم تكن في حرز ساعة جحدها، ما قالش بقطع جاحد العارية إلا الإمام أحمد. الجمهور يقول جاحد العارية لا يقطع ولكن يعذر، إن في أنواع من السرقة مش هي اللي فيها شروط السرقة كاملة، يعني شروط إقامة الحد. والظاهر بهذا هذه الرواية أن المخزومية سرقت، يعني هو الموضوع تطور معها، كان مرضا عندها، يعني طبعا المرض ده يعالج بالإقامة الحد، هي كانت تجحد المتاع وأن تطور معها الأمر إلى أن سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكلمه فيها أن لا يقطع يدها، يشوف عقوبة تانية أو أي حاجة أو يعفو عنها. فقال: ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رغم حبه له، لأنه يشفع في أن لا يقام الحد، يشفع في حد لكي لا يقام. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله يعني يمين الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه الخمسة البخاري ومسلم وأصحاب السنن عدد ابن ماجه. وهذا من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه لا يفرق في إقامة الحد بين أحد وأحد، ولو كان قريبا ولو كان من أهل البيت، وحاشا لفاطمة أن تسرق، ولكن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بها ليبين أنها أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، لو أنها فعلت ذلك لقطع يدها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرمة الشفاعة في حدود الله، فكيف بمن عطلها بالكلية؟ اللي بيعطلوا الحدود ويأتون بعقوبات أخرى زي السجن مثلا، ويعني أي عقوبة أخرى غير ما شرع الله عز وجل، هذا أغلظ وأشد من هذا الذي غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة، غضب على أسامة بسببه لما وقع منه ذلك. وأما إذا كان باستحلال أو بإيجاب خلاف شرع الله سبحانه وتعالى كالقوانين الوضعية فهذا كفر والعياذ بالله.
من وضع هذه القوانين التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وأما من حكم بها بعد أن قررت وهو يرى صواب ذلك فهو كذلك ملحق بهم، ملحق بالكفار، لأن اليهود لما غيروا حد الرجم إلى الجلد والتحميم والفضيحة، تحميم يعني تسويد الوجه، لما كثر الزنا فيهم أنزل الله فيهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، إلى قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلم يقع في تاريخ المسلمين ترك الحدود ويعني الاتيان بعقوبة أخرى غير ما شرع الله عز وجل إلا زمن التتار وفي زماننا منذ عهد الاحتلال. نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. إذا كانت الشفاعة في حد واحد سببا للهلاك، وإذا كان عدم إقامة حد واحد، إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، هذا هلاك للأمة كلها، إنما أهلك الذين من قبلكم. فسبحان الله، كيف بمن يعطل الحدود بالكلية؟ هذه مأساة عظيمة بقي لها أكثر من 140 سنة تقريبا منذ عهود الاحتلال، كانت مأساة عظيمة سببا لهلاك المسلمين وضعفهم وتسلط الأعداء عليهم، تفرق كلمتهم وتمزقهم فرقا متحاربة ودولا متفرقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أبي داود والنسائي عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع، وزاد النسائي على ألسنة جاراتها وتجحده. يعني كمان بتعمل ايه؟ تقول لها فلانة بعتها تقول لك هاتيلي مثلا الحلة اللي عندك، او هاتي الذهب عايزة تلبسه فلانة اللي عايزة، وبعدين تقول لفلانة هاتي الحاجة اللي انت خدتيها، تقول لها انا مخدتش. يقول اللي هي هذه المرأة المخزومية تقول ايه؟ لا انا ما حصلش كلام. تاخد هي الايه؟ الحاجة. قال وتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هو دي الرواية اللي خليتهم، هي رواية صحيحة، بس هي الحقيقة ان الرواية التانية هي اللي ايه التي يعني الثابتة في الصحيح، سرقت. وقال اذا سرق فيهم الشريف تركوا، هي امرأة شريفة، هي حسنت توبتها بعد ذلك، وكانت بعد ذلك يعني حسن حالها، وكانت تدخل على عائشة رضي الله عنها ويحسن وتحسن إليها. فدي الرواية اللي قلنا خلتهم يقول، اللي يقول إن إيه، إن جحد المتاع، جحد العارية مستوجب للقطع، هي الحقيقة أنها جمعت بين هذا وذاك، بين جحد العارية، الموضوع بدأ بجحد العارية ووصل إلى إيه؟ إلى السرقة. قلت تحرم الشفاعة في الحد لهذا الحديث وغيره، ومن سرق مكلفا مختارا، من سرق وهو مكلف حال تكليفي، يعني مش مجنون ولا صبي، لا مش صغير ولا يعني مجنون، كبير مبلغ يعني كعاقل بالغ عاقل، مختارا يعني باختياره وليس مكرها، هو متصور زي متصور الإكراه في الزنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، يعني رئيس زعيم العصابة لو ما جابلوش السرقات هيعذبه ويمنع عنه الأكل والشرب ويضربه ويناله بأنواع العذاب، وهو ما عندوش مكان يهرب له، نفترض يعني زي ما كانت
فتيات عبد الله بن أبي بن سلول إذا ما زنتش ترجع إليه فأضربها، ومش عارفة تثبت ده قدام الإيه ببينة إنه يفعل ذلك، حاجة مغلقة عليها فهي معذورة. فلو ثبت أن ذلك حدث يبقى يسقط الحد ويسقط هنا في السرقة بقى القطع. ومن سرق مكلفا مختارا ربع دينار قطعت كفه اليمنى بنص الكتاب العزيز فاقطعوا أيديهما، أيديهما يعني أيمانهما من مفضل الرسغ. ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، مندوب أن القاضي إذا كان الموضوع اعتراف ممكن يوضح له أن أنت من حقك إيه ترجع في اعترافك وتقول لا. في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قد اعترف بالسرقة فقال له أسرقت؟ قل لا. قل لا دي زي وكيل النيابة أو رئيس النيابة يقول للراجل إيه أنت من حقك أن أنت تنكر عشان تبقى عارف حقك، يعني لو قلت لا احنا مش هنضربك ونعذبك عشان ايه زي ما يكونوا بالظبط كده ضاربينه ومعذبينه وديله النيابة. اذا يعني ما قالش اللي هو عايزين يقولوه اللي هيديه الاعدام ولا المعتقل ولا السجن 25 سنة يرجع لهم تاني يضربوه ويعذبوه لغاية ما يقول لهم طب خلاص هقول. فالقاضي والحاكم يعني يندب له ان هو يلقن المعترف ما يسقط الحد، اللي عليه شهود لا خلاص الموضوع منتهي ما فيش اعتبار بذلك. لكن وهو ما بيقولوش اكذب يعني، لكن بيقول له من حقك ان انت تقول لا. قال ويحسم موضع القطع يعني اتعمل الأوردة والشرايين اللي بتنزف تتحط في، كان عن زمان عندهم الحسمة ما عندهمش يوقفوا النزيف بأي حاجة، يعملوها بزيت، زيت مغلي يحط ايده فيها بعد القطع مباشرة تقوم ايه تتجلط الأوردة والشرايين تتوقف النزيف، لانه لو ترك يظل يموت ينزف حتى يموت. قال وتعلق اليد في عنق السارق، تتحط في رقبته يعني زجرا له الناس كلها تعرف ان هو سرق مدة يعني طبعا يعني. ويسقط الحد بالعفو عن المسروق قبل تبليغ الامام لا بعده. لو المسروق منه عفى عن السارق قبل ما يبلغ الامام يبقى سقط اقامة الحد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى صفوان بالسارق قد سرق ثوبا له يبلغ النصاب فأمر بقطعه، فقال يا رسول الله في ثوب يعني يبلغ كذا تقطع يده؟ قد وهبته له، كان فاكر ان العقوبة هتبقى ايه اخف من كده، صعب عليه ان الرجل هتقطع يده في ايه في ثوب، فقال انا وهبته له. فقال هلا كان قبل ان تأتيني به. فده دليل ان عشان يجب حد إقامة حد السرقة لابد أن يبلغ الحاكم الإمام المسلم الذي يقيم الحدود لثبتت ولايته يعني. أما بعده فلا يسقط، فإنه أما قال لا بعده فإنه يجب. ولا قطع في ثمر ولو كثر ما لم يدخله في الجرين. الثمر واحد ماشي على في غيط خد كوز ذرة، خد كيزان ذرة، لو وصلت لربع دينار مثلا، أو عنب خد عنب من الشجر، لا يكون ذلك إيه هذا مما سرق، فيه عقوبة جلدات نكال وغرامة مثليه، يغرم ضعف الثمن، يدوا الرجل ثمن والباقي تعزير، وجلدات نكال الضرب، جلدات نكال يعني عقوبة. وأما إذا أواه الجرين يعني دخلوا المخزن، دخلوا التلاجة، دخلوا المكان اللي بتخزن فيه الحبوب أو الثمار، فهذا إذا
ده بقى حرز اهو، يبقى بقى فتحه وخد منه وبلغ ربع دينار، يعني وزن جرام ذهب وتمن، يعني بتاع 1000 وشوية بقى على حسب سعر الذهب. ف يبقى هنا يجب القطع، عشان كده بيقولوا ولا قطع في ثمر ولو كثر ما لم يدخله في الجرين، جرين قلنا المخزن، إذا أكل ولم يتخذ خبنه. طب إذا أكل بس، كان جعان فأكل وما خباش، ما خدش في جيبه، ده كان جعان وأكل، يبقى ما عليهوش حاجة. طب إذا خبى وخد كتير أكتر من الأكل، يبقى فيه، وقال وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. ها؟ يجوز ياكل اذا كان جعان، مش ان اي واحد بقى نفسه في الثمار دي يروح جاي واكل منها، لازم يكون جعان عشان يجوز. لكن احنا بقى دلوقتي دي اذا في ثلاث مراحل، مرحلة ان هو جعان واكل من الثمر ليس عليه اثم اصلا، لان الجائع له حق في ان يطعم. نمرة اتنين، خد اكل وخبه وحمل معه، يبقى بس ده ما اخده من الشجرة، فيبقى عليه غرامة مثليه وجلدات نكال، ضرب نكال. سرق مما اواه المخزن الجرين، يبقى بلغ النصاب فيه القطع. قال وليس على الخائن، مش الخابن يعني، الخائن والمنتهب والمختلس قطع. المنتهب يعني حاجة متسابة في الشارع والناس كلها هاجمت عليها، يعني ايه، حاجة مش الناس كسرت المحلات زي ما بتحصل بقى في الازمات، المحل ده زي المخزن، يبقى ده حرز. لكن لو ان على سبيل المثال لسه عربية ماشية في الشارع والناس رايحين هاجمين عليها وكل واحد ياخد حاجة، ده فيه عقوبة تعزير وليس فيه قطع. الخائن اللي هو مستأمن على حاجة وبعدين يروح جاي واخد، ان ده ليس من حرز، يعني واحد قاعد على كاشير بتاع محل وبعدين يروح جاي واخد ايه، فلوس من الدرج، وهو اللي قاعد عليها هو المستأمن، فده اسمه خائن. ده كل دول عليهم غرامة مثليه وايه، وضربات نكال. المختلس اللي خلسة كده، الراجل قاعد حاطط الحاجة جنبه بتاعته مثلا محفظة ولا حاجة، يروح جاي ايه، يجري ويروح جاي خطفها، بخلاف اللي هو حاططها في جيبه او ماسكها في ايده، يعني الست اللي ماسكه الشنطه بتاعتها وراح جاي واحد خاطف الشنطه وهي في ايدها، يبقى ده ايه، يبقى سارق. لكن هو لان الواحد متاعه ووضعه في يده وده حرزه، لكن لو هي حطها جنبها، واحد حاطط التليفون المحمول كده والتاني راح جاي شافه بص الناحيه دي راح جاي جري وايه واخده، ده مش هيقطع، هيغرم ضعف الثمن وايه، وضربتنا كال. ها، ده المختلس بياخد خلسه. المنتهب حاجه بينهبوها الناس كلها بتاخد منها، ومش من ضمن ومش من حرز في الشارع. يولد جلدات توجعه، الامام اللي يحددها، الحاكم يشوف كده الموضوع ده انتشر يضرب عشرات الجلدات، اول مره تحصل والراجل يعني كان عنده ظروف صعبه بس مش واصل لجعان، لو جعان اللي ياخد حاجه وهو جعان معذور، اذا ما كانش عارف يجيب اي حاجه. ها، الجوع، جوع واحد جعان مش لاقي ياكل وجعان، الجوع ده
معروف. يعني لو طفل جعان مثلا ومعقول ممكن تاخد من سمر مثلا؟ اه نعم. مختلف. بس هو اتفتح. يعني هو فتح الحرز ده، هو اللي انا فتحه بنفسه اللي خبط عليه. كويس. ما هو الشباك مفتوح. العربية تبقى حرز امتى؟ لو العربية ايه؟ مقفولة. اه لازم يكون جعان. لو مش فقير لا، الاكل من الثمر. لو واحد مش جعان، نشوف عرف الناس في ذلك. في ناس عندهم العرف انك انت تاكل عادي. العرب الكرماء دايما عندهم مثلا شجر التين، لو انت كلت تينايه واتنين وتلاته ما يقولكش انت ايه، ما لكش حاجه، ما دام مر على الطريق هتعبي سبت يبقى يقول لك هنا يعمل لك خناقه وحق عرب جامد جدا. احنا قلنا قبل كده الموضوع ده، ضربات النكال تبلغ قد ايه؟ ما ادنى الحدود، اقل من 40 يعني. قال وقد ثبت القطع في جحد العاريه لحديث الباب. قلنا هي المراه هي المراه. الحديث ده المراه دي، وحديث عائشة ذكرت أنها سرقت وليس فقط أن تجحد، أنها كانت تجحد المتاع. فاللي اطلع على جحد المتاع رواها كده إن هي كانت تستعين المتاع وتجحده، وما اطلعش أنها سرقت بعد كده، فإيه فقطع، فظن إن ده مستوجب للإيه للقطع. قال ولعل هذه المخزومية كانت قد جمعت بين السرقة وجحد العارية. لما جاب الاحتمال ده كده يسقط الاستدلال بالايه بالقصة على ان جاحد العارية مستوجب للقطع. احنا قلنا العارية عن حاجة السلف. سلف ازاي يعني؟ ان انا باخدها استعملها وارجعها، خلاف السلف ان انا هرجع زيها. احنا بنتكلم السلف، السلف مثلا 100 جنيه ويرجعهم، مش هيرجعهم بعينهم، الله اكبر. لكن انا هستلف الحاجه استعملها، يعني بالظبط كده واحده مثلا عندها فستان زفاف تدي عاريه لواحده مش هدول، لا اله الا الله، تستعمله وترجع ليه الفستان من غير اجره، ده اسمها العارية، استعار. باب ما ورد في التسامح في الحدود. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، من الأنصار قال اشتكى رجل من الأنصار حتى أضمى، يعني أعيا، فعاد جلدة على عظم. من المرض بقى إيه؟ بقى جلد على عظم، رفيع جدا. فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها، هو بقى في الوضع في ده، بس هو إيه؟ هش لها يعني رغب فيها، فوقع عليها. فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإني وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر، فقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به من المرض، ما شفناش زي كده، لو حملناه إليك لتفسقت عظامه. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورضيت بالله ربا.
وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبعث مقام. فقالوا ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. يجيبوا 100 شمراخ نخل اللي هو اللي بتاع اللي بقى فيه اللي إيه؟ البلح بتاع الأصفر، البلح بيبقى ماسك في ال ها؟ لا زي العشب، لا مش هي دي، دي الجريدة ما فيهاش نخل، النخلة دي عزق النخلة كده اللي هي البلح لازق فيها صفرة كده. فقال فأن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة، يبقى جلدوه 100 جلدة بس بحاجة ما تموتوش، لأن هو لو كان ضرب بالصوت ده هو ممكن ضربتين ثلاثة ممكن يموت فيها. فده التسامح في إقامة على المريض. ما كانش محصن. أخرجه أبو داود والنسائي وسنده صحيح. صححه الشيخ، صححه الشيخ الألباني. قلت فيه أنه يجوز الحد حال المرض ولو بعثكال ونحوه. عثكال ده اللي هو الشمراخ، اللي هو العثكال بقى اللي هو عدد من الشماريخ مع بعض، كما قال الله عز وجل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أيوب كان إيه؟ حلف لما ظن ان امرأته تركته، لو شفاء نظر ان لو شفاه الله وتمكن منها لضربها او لجلدها 100 جلدة عشان ثبته كما ظن. ثم تبين انها ايه؟ انها انما كانت تسعى لتأتي بطعام، فامره الله عز وجل، لان ما كانش عندهم كفارة يمين من التجديد الذي كان عندهم، أنهم لم يكن عندهم الكفارة، فأمره الله عز وجل أن يأخذ ضغثا يعني حزمة، خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تحنث في يمينك، لا تترك اليمين، ولكن لأنها كانت معذورة فخفف في ذلك وليس بمؤلم ذلك الألم الذي كان يحصل لها لو ضربها بالصوت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ هذا الحكم من الايه؟ من الآية، انهم اخذوا ضغثا 100 عثكول ضربوه به ضربة واحدة وقعت مقام 100 جلدة. قال وقد جمع بين هذا الحديث، وقد جمع بين هذا الحديث وحديث علي في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم اللي هي كانت في نفاسها جارية للرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدها في نفاسها فترك إقامة الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. فبيقول هذا جمع بين هذا وذاك أن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل، وإن كان ميؤوسا منه جلد بهذه الطريقة، ان ده ما هوش منتظر ان هو يخف، بس ممنوع ان احنا نترك إقامة الايه؟ الحدود. باب ما ورد في الحضانة. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال اتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، يحويه حجر يعني، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني
فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. تنفع تنكحي يعني تتزوج، تنكحي يعني تزوجي تتزوجي، بس هو الصحيح أنها تنكحي ما لم تتزوجي. أخرجه أبو داود وأحمد والبياقي والحاكم وصححه، صححه غير واحد، حسنه الشيخ الألباني. وقد وقع الإجماع على أن الأمة أولى بالطفل من الأب لغاية 7 سنوات، هذا الإجماع في فترة الحضانة هي الفترات الأولى من الصغر. حكى ابن المنذر: الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح، تزوجت يسقط ذلك، تنتقل الحضانة لأمها أو أم الأب. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فاختار أمه فأخذ بيدها فانطلقت به. هذا الحديث اللي بنبني عليه إن سن التمييز 7 سنوات، اللي هو يؤمر بالصلاة 7 سنوات هجرية، يخير الطفل بعدها ما لم يكن هناك مانع من ذلك لضرر يعود على الطفل، يعني حد بيدلعه جامد جدا ولا يعلمه ويضره، وثبت ذلك عند القاضي، يبقى ما يدوش الحضانة. مراعاة حق الصبي مقدمة، لكن الأمر ده الرسول صلى الله عليه وسلم خير هذا الصبي بين أبيه وأمه فاختار أمه، ما قالش لا ده لازم يبقى أبوه، وده الصحيح في المسألة. رجل قصدي ذكر أو أنثى إذا بلغ سن التمييز، قبل سن التمييز يبقى مع الأم، هذا لفظ الترمذي وهو حديث صحيح أيضا، صححه الشيخ الألباني. وعن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، ابنة حمزة بن عبد المطلب، هي قالت لهم يا عم يا عم، هي كانت باقية في مكة مع أمها، وبعدين البنت وصلت لسن التمييز وأمها يعني كانت يتيمة يعني، فاختصم فيها 3، فقال جعفر: أنا أخذها، أنا أحق بها، وهي ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، زكت خالتها. وقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحق بها، عشان فاطمة موجودة، يقول ده أحسن حد يعني. وقال زيد: أنا أحق بها، وهي ابنة أخي، ابنة أخو من الرضاع، وإنما خرجت إليها وقدمت بها، ده أنا اللي رايح جايبها. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال: إنما الخالة أم. أخرجه أبو داود، هذه الصحيح. والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة وزيدا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخا بينهما، في قول تاني اللي هو بالرضاعة. حاصل المسألة الأولى أن حاصل المسألة أن الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح أو ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة ما أن رأى فيه صلاحا. طبعا أم الأم مقدمة على الخالة، وأم الأب مقدمة على الخالة لأنها أم حقيقية، الخالة بمنزلة الأم، إنما الخالة بمنزلة الأم. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يستقل بنفسه، يقدر أن ينظف نفسه، يعرف يتوضأ، يصلي، اللي هو سن التمييز. لو هو على سبيل المثال متخلف عقليا وما وصلش الاستقلال في 7 سنين، يبقى إيه؟ يبقى مع أمه. يقول: يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد من له حق في ذلك ينص الشرع
الشريف أكفله من كان في كفالته مصلحة، زي ابن الزانية أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار يقوم بشأنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.